مستمرين معاك يا كابتن ايمن صلاح محسن نجم النجوم. مبروك يا صلاح، هي كانت لازم تجيب هدف، ما ينفعش. احنا قلنا صلاح ينزل يجيب جون. حابب تقولي على الهدف وحابب تقولي على البطوله واحساسك يا صلاح بعد الفوز؟ انت بتاكل زي ايه؟ ليه بقى؟ الحمد لله طبعا اداء رجولي من اللعيبه، والحمد لله احنا كنا ايد واحده في الماتش، والحمد لله قدرنا نحقق البطوله اللي غايبه على النادي الاهلي بقى لها 7 سنين. مش مهم مين اللي جاب الاجوان، المهم اللي احنا خدنا البطوله، وان شاء الله الفتره اللي جايه الفرق يدي اكتر واكتر ونزيد من البطولات ان شاء الله. يعني التلاحم الكبير ده بتفصله ازاي بالبطوله الافريقيه وبطوله السوبر وبنرجع لبطوله الدوري تاني؟ ده محتاج مجهود منكم كلعيبه ومحتاج مجهود من الجهاز الفني، ازاي بتقدروا الفصل ده يا صلاح بالنسبه لكم؟ قلت انا عشان نسيت. البطولات كبيره وكتيره وعندنا تلاحم كبير الفتره اللي فاتت، طلعنا من صن داونز، اتجددنا الرغبه بشكل جديد وجددنا الدوحه بشكل جديد ودخلنا السوبر، هنرجع للدوري، الضغط ده بيمثل لكم ايه؟ ونقل الكلام ده لجمهور النادي الاهلي صلاح. طبعا احنا بناخد كل ماتش بماتش، والحمد لله دي صفحه وقفلناها وحققنا بطوله غاليه بقى فتره غايبه، ان شاء الله نقدر بقى نرجع للدوري ان شاء الله ونركز فيه باذن الله، ونقدر نركز بقى في بطوله افريقيا ان شاء الله، ونقدر نحقق ال10 باذن الله للنادي الاهلي. شيريا تقول لصلاح انت فهمت حاجه؟ ببارك له طبعا على الهدف، وان شاء الله كده ربنا يكرمه الفتره الجايه باذن الله. حبيبي مين وشمال شغالين؟ بسم الله ما شاء الله عليه، هتقر عليه ان شاء الله. ما انا لسه جاي واحده بالشمال. شيريا مبروك يا شيريا، وكالعاده طبعا بتتالق، وتوفيق ربنا بيبقى معاك في المباريات، وده ما بيرجعش غير من الاجتهاد الكبير اللي انت بتجتهده الحقيقه في المباريات. حابب تقولي على بطوله السوبر وشايف اداء لعيبه النادي الاهلي ازاي وبعد تتويج بطوله السوبر يا شيريا؟ الحمد لله طبعا على البطولة، بطولة مهمة لينا كلاعيبة، يمكن البطولة دي آخر النادي الأهلي يعني بقاله فترة ما خدهاش، كان مهم جدا إن احنا ناخد البطولة دي. احنا طبعا بنلعب على كل البطولات اللي بنلعب عليها، بنحمد ربنا وإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى مزيد من البطولات للنادي الأهلي إن شاء الله. كابتن محمود الخطيب وجوده في لحظة بلحظة معاكم إحساسه إيه؟ احنا بنقول أو احنا شايفين إن بيدي رسالة اطمئنان وبيدي رسالة دعم، وبتحس ان انت عايز تموت نفسك عشان النادي الاهلي وعشان الكابتن محمود الخطيب؟ طبعا وجود كابتن الخطيب معانا في البعثه بيبقى شيء ايجابي لينا، بيدينا دافع للمباراه، بيتكلم معانا، بيدعمنا. لا كابتن الخطيب طبعا وجوده معانا مهم جدا. يعني تقولي للجمهور النادي الاهلي اللي النهارده كان ليه تاثير وكان ليه دور كبير، حابب تقولي لكل الجماهير من اول ثانيه بيهتفوا لاخر ثانيه هم دول جمهور النادي الاهلي؟ مش من اول ثانيه، ده احنا واحنا بنسخن كمان جمهور النادي الاهلي بيهتف للعيب لعيب، جمهور نادي اهلي نادي كبير، جمهور في كل مكان على المستوى العربي والافريقي، فبنحمد طبعا ربنا على المكسب وبنهديهم البطوله دي. مبروك يا شريف حبيبي. صلاه.